يلا قولي المقدمه بتاعتك. عاملين ايه؟ معاكم جودي. معاكم جايده من قناه عالم جودي وجد. النهارده هنعمل فيديو جديد بس عامل بتاعت السؤال. الفيديو ده 2000 لايك. جينا شط الزمردة. لا زمردة الأبيض. زمردة ايه؟ الأبيض. هنجربه النهاردة. احنا جربنا امبارح ايه؟ عجيبة. جربنا امبارح عجيبة. لو انتوا شايفيني كان اكتر من رائع. قالوا لنا بقى جربوا زمردة الأبيض. وهنجرب ام الرخم او ام الرخم. يعني يا رب اكون بقولها صح. او ام الرخم. هنجرب كله معاكم وهنخرج كله معاكم. النهاردة احنا فيه زمردة الأبيض. تعالوا معانا الى البحر. الى البحر. كل واحده لبست النضاره بتاعتها. دي خدت العوامه ودي خدت الدونات علشان هنا الموج عالي. جاهزين؟ يلا جو 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 جو. بصور. انا عايزاكي تعملي الحركه اللي عملتوها من شويه. يلا جو. بتقوم تمسك شعرها. هو انت يعني لما تنزلي مش هتلاقي شعرك؟ مرة كمان. انا عايزاها تعملها معايا انا. هقدر؟ بس البس النضارة. طب انتي مرة كمان الاول. يلا. شقلب. لا دي كده ارمي مش شقلب. حرام عليكي. امسكي انتي وانا اعملها. لا مش لازم. انا هعرف اعملها. طب امسكي. هو بيصور ولا ايه؟ بيصور. استني بقى. شايفه المرادي. انا خايفه البوني ده يقع. ها خدي نفس. اعمل ايه؟ اخد ايوه خدي نفس وسدي مناخيرك. اطلعي. بصي انت تقعدي في الارض كده. ماشي. يلا ها. يلا 1 2. مش هتعرفي. يلا يا زايدة. ايوه اهدفي بقى لورا. انتوا هتدفوني ده انت. لا 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 لا. استنى اجيلك. اجيلك ايه؟ حرة. حرة ربع. يلا جو. استنى انا خايفة من الموجة. يلا ما تخافيش. طب ما تاخدي النضارة بتاعتك ده. انا مش شايفة حاجة. هاتيها. طيب شاطرة. حلو. جاهزة يا جايدة؟ طب بقول لك ايه؟ ما تيجي نعمل سبق لحد. اعملوا سبق لحد البتوع اللي هناك وتعالوا لي. ايه رأيكوا؟ ها؟ جاهز؟ يلا جو. شاطرة يا جايدة. بصي جودي. يلا يا جود اسرع. بس كفاية. لف وارجع تاني. على فكرة جودي خمامة طويلة. انتي خمامة طويلة. عميت اكتر منك وربنا. بتشد الجيبة بتاعتها. ايه رأيكم تجيبوا المدافع؟ اسمها ايه؟ هاتوا الرشاشات. يلا جابت الرشاشات. حرب الرشاشات بقى. حرب الرشاشات عشان انا امبارح ايه؟ انا امبارح اتلعب ايه؟ اتلعب معايا الصح قوي وقعدت تجيبها في وشي وفي قفايا واستغلت ان انا مش شايفه حاجه. لا انتوا الاثنين عليا ازاي؟ اثنين على واحد ازاي؟ اثنين على واحد ما تجيش. ما هو لازم نبقى مع بعضينا. ما نبقاش مع بعض. نبقاش على بعض يا جزم. وبعدين انا قلت هات الكره ولا الرشاشات. انا مش فاكره. خلاص ماشي اقضيها بالرشاشات. بصوا بقى احنا ايه؟ احنا كنا خلاص فصلنا تصوير وقلنا عايزين نلعب براحتنا. جودي فاجئتني. تعالى اوريكم جودي فاجئتني بايه. ماشي يلا. مفاجأة الفيديو. مفاجأة اليوم كله. جاهزة يا حاجة؟ جاهزة. يلا جاهزة يا عمري. جاهزة. ماما شقة عمري. النهار كويس؟ لا 100. كله تمام تمام. انت وجودي؟ يلا انت وجودي؟ تعالوا كده.
يلا مش هتقدري يا جايدة. جودي بتحط الأرض على هك. شاطر. لا بس صعبة صعبة، المية بتدخل في المناخير جامد. لا 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 لا، نلعب لعبة تانية أو نطلع ناكل. لا نطلع ناكل جايدة. طب يلا جاهزة يا حاجة؟ شاء عمري. نطلع ناكل، نطلع ناكل شاء عمري. هات ايدك يا شاء عمري، نطلع ناكل. علميا احنا طلعنا ناكل، عمليا ابتدينا بالخيار. الخيار مفيد يا جماعة، خيار وبعد كده سندوتشات جاية في الطريق. ده جزاء اللي ما يسمعش كلام مامتي، ده جزاء اللي ما يسمع. انا مش شايفه حاجه، انتوا شايفين؟ ها وشكو طالع عامل ازاي؟ وشكو طالع عامل ازاي؟ خلصوا خلصوا استراحه المحارب بتاعتهم. استني استني، رموشك فيها حاجه. خلصوا استراحه المحارب بتاعتهم وهينزلوا يكملوا، وفي مفاجاه بنخطط لها، نخطط لها بس بعد ما تطلعوا. يلا قوموا. رايحين فين؟ رايحين فين؟ رايحين نركب ايه؟ مين اللي خايف؟ جايدة خايفة. لما جايدة خايفة انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ يلا دور؟ تعالوا بس نشوف حد يصورنا، اهم حاجة. صوري وصوري مسكين. انا متحمسة والله العظيم. يلا تعالوا، يا رب تطلع حلوة. وريني كده شكلكم عامل ازاي؟ ساقة ساقة. استني يا جايدة، لا لا انت كده في حاجة غلط. يعني يا جايدة البتاع واسع قوي عليها. استني هو هيظبطهولك يا جايدة، وريني كده شكلك تحفة. احنا الدور اللي بعد ده على طول عشان نبقى لوحدنا. جاهزين؟ ماشي يلا بسم الله. شغالة انبسطنا. لعبة انبسطنا اقسم بالله انبسطنا. بصي انا اول ناخد هاف تايم، ناخد هاف تايم ونكمل اللايف. جاكيت اللي كان مديهولي ده كان اكسباير خالص على فكره، كان بيخلينا تقرب كده. اول لما جه هنا دبت في الموزه في البوتاجاز، في الموزه. لا احنا جينا هنا لحد الشط. لا 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 اللايف جاكيت بتاعهم كلهم يطلعهم على وش الميه، وانا اللايف بتاع الجاكيت يقلبني كده يقلبني كده، معرفش ازاي. يلا نريح بس انبسطت. اه كانت انبسطت بجد قوي قوي. يلا بينا. خلصنا اليوم ومروحين. انا اكتر حاجه بصري النهارده الموزه. انا همت انا همت الموزه هي اللي بصت. انا همت وحاسه ان انا ورمت، يعني حاسه ان هو اللي ورم، حاسه ان وشي وارم وبقي وارم، وحاسه ان انا مش قادره اتكلم. انبساط النهارده، انبسطنا اخر انبساط. شاطئ زمرده الابيض تحفه تحفه يا جماعه، تحفه تحفه تحفه. مكملين معاكم بقى اليوم عشان هنعمل مفاجاه حلوه للكتكوت الصغنن ده. لا مش عارفاها. الصغير بقى لا ده. عارفاها يا قرون. لا الكتكوت الصغير ده يبقى فيديو لوحده، يبقى فيديو لوحده. اعملوا نفسك اعملوا نفسكم مش عارفين. لا هي عارفه، هنكمل معاكم بقى اليوم. ماشي يلا بس نروح نتغدى لان انا واقعه خلاص، واقعه جعانه 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 اقسم بالله جعانه. فراخ اكيد انتوا مش عارفين، مش عارفين الحاجه. انا عايزه اكل فراخ، انا عايزه اكل بطاطس، انا عايزه اكل فراخ طاجن بطاطس كده بالفراخ بقى الفحم. الجزء الثاني من اليوم، الجزء الثاني من اليوم.
مفاجأة جايدتي أو مش المفاجأة، الوعد اللي أنا كنت وعده لها إن أنا هعمل لها عيد ميلاد بعد ما ننقل الشقة الجديدة وبعد الامتحانات. صح، المصيف لزق في مين؟ لزق في العيد، لزق في النقل الجديد، كله لزق في بعضه. اعمل انا ايه كمامي كماما غلبانه؟ اعمل ايه؟ اخدها دلوقتي ونعمل ايه ونفرحها فرحه ونفرحها فرحه صغنونه وحلوه كده قدها قبل ما تقع. تمام. وبرضو انا عند وعدي ليكي عندي سيشن عند مدحت، بس يكون ايه، يكون يكون خلص الاستوديو الجديد، ويكون بيضينا من السمار بتاع، يا رب ويكون بيضينا من السمار بتاع المصيف، وتعملي سيشن حلو. دلوقتي يلا بينا الجزء الثاني من اليوم. ذاهبون ذاهبون نشتري كيك، عايزين احلى تورتاية لجايدتي. تمام، وهناخدها ونطلع على المكان القمر اللي يستاهل 100 بوسة اللي هنعمل فيه عيد ميلاد زي العسل لونه كده برضو على قدنا. جاهزة يا حاجة؟ جاهزة. تعالي نقي بقى. طب انا عايزة اشوف اللي هناك. طب تعالي كده بس اشوف اللي هناك يا جادتي. تعالي انت كده جادتي، عايزة بس اشوفها. يا اللي هناك دي اللي خالص هناك خالص. براحتك. لا انا ايه، بصي بتنقي الرقم. هو هيفرق، هو هيفرق، ما كله زي بعضه زيرو هيفرق. تعالي اجمل كيك في المحل لاجمل جايدات، واكبر كيك والله والله احلى كيك اساسا شكلها قمر، انتوا هتشوفوا دلوقتي. تعالى اوريكم المكان من بره عامل ازاي. تعالوا اللي احنا هنعمل فيه العيد ميلاد، هي حاجه نونو على قدنا برضو، بس برضو هعرف افرحها باذن الله ان شاء الله. المكان القمر ده هو اللي هنعمل فيه العيد ميلاد، تعالوا معانا. حسبتوا يا جايداتي؟ مبسوط؟ يلا بسم الله. هو المكان القمر ده، يلا تعالوا معانا بسم الله. واو ايه الجمال ده، قلبي انا قلبي انا. عودي لي هنا جايدتي، نقول للقمر بتاعتنا كل سنه وانت طيبه. نطلع الكيك، تعالوا. لا اله الا الله. طلع الكيك، طلع الكيك. هنطلع بس الكيك الاول، دي الارقام اللي هي جابتها اهو. اخيرا اخيرا طمناهم. افتحي بقى يلا كده بسم الله. افتح 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 بسم الله. طلعيها بقى، طلعي طلعي طلعي، شيلي قدامي، استني بالراحه، شيلي البوكس. بسم الله، هاتي البوكس. شكلها قمر، شكلها قمر قمر قمر. كل سنه وانت طيب. يلا بسرعه، يلا بسرعه قبل ما تتاكل، بسرعه قبل ما تتاكل. ايوه يلا اوكي. طب شغلوا لها اغنيه، اعملوا لها اي حاجه. ها بسم الله بسم الله اوكي. جاهزه جاهزة. الله شغلوا لك النور. واو. Hey!
يلا يلا. To you سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جيدة، سنة حلوة يا جميل. يلا حلوة هيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد، فليحيا أبو الفصاد. هي كل سنة وأنت طيب. خلاويس خلصنا خلاص خلصنا. يلا بقى ناكل القمر ده. يلا جاهزة يا حاجة؟ كل سنة وأنت طيب. بصوا طعنا الكيك وكل واحد خد اللي هو عايزه. مبسوطة أهم حاجة؟ أنا مبسوطة أوي. خلصوا كان نفسي والله العظيم كان نفسي أعمل لك حاجة أحلى من كده 100,000,000,000 مرة. بس برضو انت لسه ليك عندي ايه؟ مدحت بس يكون بيضينا بقى. مدحت بس يكون ايه؟ دلوقتي هناكل الكيك ولسه مكملين معاكم باقي اليوم. كل سنة وانت طيب يا عمري. قلبي انا. ايه ده؟ الدلع اتعكس. قلبي انا يا عمري. كل سنة وانتم طيبين. عايزين حد يصورنا كلنا. خلصنا خلصنا العيد ميلاد. العيد ميلاد الصغنطوط بتاعنا. انبسطنا؟ انبسطتي اهم حاجه؟ كل سنه وانتي طيبه. يلا بينا. بدلوا الصندل والكوتشي في الشارع. في الشارع جودي وقفت اول ما جايه قالت رجلي بتوجعني من الصندل. جودي راحت قلعه لها الكوتشي والشراب وراحت مديهم لها. وريني كده رجليكو اهو اهو. جايبه تقول انا وتيتو. انا اديتها الكوتش وخدت الصندل عشان بس نثبت لكم ان احنا عيله ملسوعه. المفروض نصور يوميات عائله ملسوعه. قبل ما نروح هنجيب حاجات من فتح الله. تمام عشان عندنا بكره مفاجاه. صح. يلا نجيب الاول حاجات من فتح الله. الحمد لله على السلامه. رجعنا بالسلامه الحمد لله رب العالمين. جايبين باقي الكيك وجايبين شنط دخلناها المطبخ علشان كنا مشترين حاجات من فتح الله. كان يوم جميل جدا 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 جدا. من اول البحر للقفزات اللي احنا عملناها للبنانه للعيد ميلاد. يعني انا مش عارفه صوره الفيديو ده احط البنانه ولا احط العيد ميلاد. البنانه وهم يكتبوا لنا في التعليقات نحط 40 صوره جنب بعض. بس نقوم ننام دلوقتي عشان الساعه داخله على 3 بالليل. الساعة كام؟ الساعة 2:15. الساعة 2:15 هنقول الحمد لله وكان يوم رائع. اهم حاجة ان احنا ايه انبسطنا وفيت بوعدي مع جايدتي. مش فاضل غير السيشن اللي عند مدحت. صح كده؟ وكده خلاص بعد ميلادها استريحنا الحمد لله. قولوا لهم اكتبوا لهم رأيكم ورأيهم في التعليقات. ويلا يصبحوا على خير. لا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس وتوصلوا لكم كل مكان. باي باي. بوسة كبيرة بقى.